والله ليلة ممتعة، ايش قد حلو من فريقك ما يلعب وانت فقط الشاهد للمتعة وللإثارة، يعني كل واحد ما يشجع الريال الموسم السابق يعني استمتعت الظاهر، بدي بمجموعة الغضب بس هدوها يا ساتر، واحد يعني يحتار شي يفكر، البرشلوني يقول هاتونا الباير، يفكر احنا فزنا على فيكتوريا، بس فوز اكتساح اكتساح، وليفاندوفسكي هاتريك ليصبح ثالث هدافين دوري الأبطال عبر التاريخ، وباير ميونخ بالسان سيرو يمتع ويبدع، يا السلام، بس شوف 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 ساني، يا الله الله العظيم متشوق أشوف لقاء باير ميونخ وبرشلونة، أريد أشوف المتعة، أريد أشوف من الأقوى، أريد أشوف ليفاندوفسكي شنو راح يسوي ضد فريق السابق، بس أنتم برشلونة هم هدوها ترى عندكم باير ميونخ ضموا له أهداف مو كل سجلتوهن بلعبة واحدة، مع كل الأسف نعم مع كل الأسف تشوف هيك نتيجة تصير بليفربول، الصراحة نتيجة مذلة بدوري الأبطال من نابولي على ليفربول برباعية مقابل هدف واحد، من المتوقع أن نشوف إقالة كلوب الساعات القادمة.